السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسه بدمنهور، معاه الكابتن ابو نور. طبعا يا جماعه احنا في ناس كتير اتصلت بينا وبتشتكي من موضوع السلاسل، ان هو كل يوم يشتري سلسله يطلع يلاقي الكلب قاطع الحزام، يطلع يلاقي الكلب قاطع السلسله ومفيش فايده، لان طبعا احنا عارفين ان في كلاب ما بتحبش الربطه اللي بتبقى لسه انت بادئ ان انت تعوده ان هو يتربط. طبعا الكلب ده بيعمل مشكله جامده في موضوع السلاسل، وكل يوم بقى عايز ان انت تشتري سلسله. فزي ما احنا اتفقنا ان احنا كل يوم هنعمل حاجه مثلا نعرفك ازاي ما تصرفش كتير، وازاي مثلا ما تضيعش فلوسك على الفاضي. فدلوقتي هنعرفك انت ازاي تعمل سلسله على ايدك، وفي نفس الوقت السلسله دي هتكون جامده بطريقه يعني ايه كويسه. اول حاجه يا جماعه احنا هنروح نشتري السلاسل، هنشتري مثلا سلسله مساحه مثلا مترين مثلا نفترض، بس ما تجيبش السلاسل اللي هي زي كده، في حاجه اللي هي بالشكل ده اللي هي الحلقه دي، ماشي؟ دي بتبقى مقفوله وملحومه، طبعا استحاله ان هي تفتح وتفك بالشكل ده، بس ديت احنا هنشرح لكم عليها، ماشي؟ الحاجه الثانيه يا جماعه هنجيب الحلقتين دول، طبعا موجودين عند الجماعه اللي هم بتوع السلاسل. ما تروحش تشتري من المحلات اللي بتاعت الحيوانات الاليفه، خليك في المحلات اللي هي فيها السلاسل والكواريك والحاجات دي. طبعا دي في محلات مخصصه للسلاسل بتبيع بالمتر، انت هتجيب الحلقتين دول، ماشي؟ وهتجيب مدور زي ده، طبعا المدور كلنا عارفينه، ماشي؟ وهتجيب اللي هو القفل ده بالشكل ده مثلا، او في حاجه اصغر من كده مثلا مفيش مشكله، هو كله بيبقى ايه؟ بيبقى طبعا كله واحد. هتجيب السلسله يا جماعه الاول، وهنعمل ايه؟ هنجيب الحلقتين، الاول هنقيس مقاس على رقبه الكلب بالظبط، يعني مثلا نفترض ان رقبه الكلب القطر مساحتها كده مثلا بيبقى مثلا بالشكل ده، بتبقى بالشكل ده، ماشي؟ هنيجي مثلا نروح لاي واحد حداد، هنلحم العقله دي كده، الحلقه دي كده، والجنب الثاني هيبقى فيه الحلقه الثانيه، ماشي؟ هتبقى بالشكل ده كده، ماشي؟ طبعا لما نيجي نحطها في بعضها كده نركبها للكلب، ماشي؟ هتبقى ايه؟ هتتعمل تبقى زي نظام خناقه، هتبقى هي إيه دي الخناقه بتاعت الكلب، استحاله ان هي تفك، هتبقى بالشكل ده كده، ماشي؟ استحاله ان هي تفك، واستحاله ان الكلب يعرف يعدي رقبته منها تاني، طول ما هو بيشد، طول ما دي بتقفل على رقبته بيضطر ان هو يقعد، ما يحاولش ان هو يشد السلسله دايما ويعافر فيه، ماشي؟ طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب المدور ده، طبعا احنا كده عملنا الخناقه اللي هي في رقبه الكلب، بعد كده هنجيب المدور ده، ماشي؟ ونربطه في حلقه من الحلقات دي، مثلا ممكن نربطه بحته سلك رباط مثلا، بحاجات من ديت، في سلك معين للربط بنربطه كده مثلا. وفي لو حضرتك ما انتش عايز المدور ثابت، بتجيب اللي في حرف ما بتركبش فيه حلقه وبتركب فيه المدور ده، ماشي؟ وبتعدي الحلقه الثانيه منه، بس هو يستحسن تركب حلقتين، تمام؟ الحاجه الثانيه يا جماعه بنيجي جايين بقى في الحته اللي هي بيركب فيها السلسله الطويله زي كده مثلا، احنا قلنا مثلا هتركب الخناقه تحت هنا، وهنا السلسلة الطويلة بيركب فيها في الآخر السيفتي، ماشي؟ هنا كده بيركب فيها السيفتي يا جماعة، بيبقى كده ده السيفتي ده، أو القفل ده لازمته إن أنت عشان تعلق السلسلة في أي عمود، في أي حيطة، في أي حتة حديدة ولا حاجة في الحيطة هتعلق السلسلة. طبعًا أنت تبقى عملتها كده على إيدك، طبعًا الموضوع كله هيبقى الحام في الحال، عمرها ما هتفك، هو بس الحته اللي انت هتربطها اللي هي المدور ده في الحلقه ديت، علشان لو حبيت ان انت تحل المدور ده مثلا، او ممكن تجيب اتنين سيفتي بدل ما تعملها رباط تعملها اتنين سيفتي عادي. طبعا هتبقى معاك سلسله كويسه وهتبقى جامده وهتستحملك استحاله ان هي تفك، بدل ان انت طبعا السلاسل اللي بتنباع في السوق زي ما احنا عارفين كلها لحامات عاديه كده، واول ما تركبها لو الكلب شد مره جامده هيترشقها، لو القفل كمان اللي هو المدور اللي فيها بيبقى مدور ضعيف جدا. لكن احنا لو عملنا اللي هو النظام ده كده هيبقى كويس وهيستحمل الكلب، وفي نفس الوقت هيعيش معانا ومش هنصرف كل يوم في حق سلسله. وده طبعا دي كانت حلقتنا النهارده، بنشرح لكم ازاي نعمل السلسله على ايدينا. وطبعا الموضوع يا جماعه مش مكلف ولا حاجه، الموضوع رخيص جدا، بس انت في نفس الوقت يعني يا ريت تمشي زي ما انا قلت لك وكده، واي حد يحتاج اي حاجه انا تحت امركم. انا نزلت الفيديو ده بناء على الناس اللي كانت طالباه، طبعا اي حاجه يعني اي استفسار في اي حاجه انا تحت امرك، ويشرفني اتصالك على التليفون في اي وقت. وزي ما قلنا قبل كده الناس اللي بتبعت لنا يا جماعه على الواتس وبتبعت لنا الكومنتات على اليوتيوب للشرح والكلام ده، يشرفني اتصالك افضل احسن من الواتس، لان عشان ارد على حضرتك محتاجه يعني وقت طويل جدا، وطبعا ده ارهاق كله ليك وليا، عشان انت بتنتظر مني رساله وانا بنتظر منك رساله، طبعا ده ما ينفعش. حضرتك معاك رقم تليفوني، يشرفني اتصالك، يشرفني متابعتك، يشرفني اشتراكك معايا على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.